مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. كما قلت لكم في اول ايميسيون باش نحكيو على معرض ارشيف الثوره. معانا سي الهاشمي بن فرج. مرحبا بك سيدي. صباح الخير. مرحبا بكم. دونك انت المنسق معرض الارشيف الثوره اللي باش يكون في متحف باردو ينطلق اليوم يا جماعه. دونك اللي تفرج فينا اول مره يسمع بالحكايه هذه يمشي للمتحف ويشوف شنو المعرض هذا. باش نحكيو على المعرض شنو فيه وعلاش خممتوا فيه الحكايه من الاول. اما قبل نعجب بحذا للشيف. مرحبا بك فاطمه. توا وصلنا مع بعضنا للمقرونه بالحنشه كيفاش باش نعملوها، لكن قبل برشا يلقاو صعوبه ما ياخذوش الحنشه في حد ذاتها على خاطر يلقاو صعوبه في التنظيف نتاعها، ما يعرفوش طريقه التعامل معاه. انا اليوم باش نوريكم كيفاش تنظفوا لونغي بطريقه سهله برشا. قبل امهاتنا يعملوها بالهباء بالصندر. دونك هذايا هذاك مشي سمارت شيف. مشي سمارت شيف. دونك بالرماد يعملوها. يعملوها بالرماد، ياخذوا الهباء نتاع الكانون هكا الصندر اللي هبط من الحمل وياخذوا الرماد ويلفوا به كعبه اللونجي على خاطرها نقولوا احنا تتزلبط ما تتشدش فيها قوام مخاطي. دونك هذاك علاش انا باش نوريكم طريقه سهله برشا تعوض الصندر اللي هي انشاء. خذيت انا شويه انشاء سمارت شيف نلف به نسنجيها، احنا نقولوا سنجي ناخذوا لاميدون هذايا نلفوا به كعبه اللونجي الحنشه نتاعنا يولي يشرب هو كالقوام المخاطي الكل ويخليها تتشد ما عادش تتزلبط في يدينا. دونك هكا انا نجي لعند الراس نتاعها من هنا من جهه الراس بعد ما نحيته نسلك شويه بالسكينه كيف ما تشوفوا هكا ونتبع ناخذ ديما يديا بنشا نغلفهم بالقدا بالقدا بنشا في عوض الصندر نشد الطرف نتاع الحم نتاع الحنشه في حد ذاتها وناخذ هذايا نلوي على صبعي هكا ونبدا نجبد. نشوفوا هنا اللي الشير يمشي وحده هذايا الهبره نتاعها وهذايا الجلده تمشي وحدها بطريقه ياسر سهله ما فيهاش برشا صعوبه ما تاخذوش برشا وقت في وقت قياسي. المهم نعرف التكنيك صحيحه. نعاود نفس الحكايه مع هذايا نشد طرف اللحم ونجبد الجلده جبده واحده تجي معايا في عوض الهباء هاكا نعمل كيف ما قلت لكم انا انشاء هو اللي يخليني نشد الجلده نتاع كعبه الحنشه ونتبعها للاخر للاخر. دونك هذايا الحنشه نتاعنا انا نكمل ننظفها ومن بعد نخلي الكلمه للشيف فتحيه باش تحكي لنا على باش نحكي على ميني ساندويتش بالملاوي. اوه جو كبير. صفقوا غادي سيي. الوغ ميني ساندويتش بالملاوي يلزموا سميد جويد ورده، يلزم شويه فرينه ورده، شويه ملح، شويه خميره، دوبلاش خميره سمارت شيف بالطبيعه، زيت زيتون زين. الوغ عندي شطر باكو سميد باش نحطو نورمالمون الكل، نعاون بالفرينه باش تعطيني العلك باش ما نقعدش نعرك ياسر. الفرينه تعاون على الإلاستيسيتي نتاع برشا عباد يعملوه الملاوي ديما بالسميد، ما انا نخلط سميد وفرينه في الحاجات هذوما باش ما نقعدش نعرك ياسر، يسهل لي الخدمه ما يقلقنيش. ديما كيما قلت لكم الخميره تجي من الحرف نتاع ما تمسش لا الملح لا حتى شيء كان الفرينه ولا السميد. ما نحطش زيت توا نحطهم بعد في الحلان خاطر باش تحطوا زيت توا باش تتبسس وما عادش تولي كعبه ملاوي. نعجنها عجنان يلزم عجنتها تكون سوبل ما تكونش لا طريه ياسر لا يابسه. تعجنوها تخليوها ترتاح لطون اللي حضرتوا انتوما الشوايه اللي باش تطيبوا فيها كعبات الملاوي تلقاوها ارتاحت. نوريكم بعد فاطمه كيفاش باش نحلوها وكيفاش باش ردوها ميني ساندويتش ملاوي. باللي بلون اللي يعمل فيهم المخرج حكيم. الله الله كيفاش هكا خذا بخاطر شيف فتحيه وخاف من الجمهور اللي لبرا، دونك كان في بالنا بالتهديد رانا قلنا لك منوزي حكيم، دونك يعطيك الصحه. نرجع نحكيو مع سي الهاشمي بن فرج منسق معرض الارشيف الثوره في متحف باردو. الوغ اليوم يبدا المعرض هذا، كان تحكينا علاش خممتوا فيه ساعه المعرض هذا؟ هو صعب باش نفهموا شويه علاش وقع فكره بعد 8 سنين من الثوره. اي هو خضر اللي صار في تونس صار حاجه جديده. شنو الجديد؟ وانه في العاده مثل نقول احنا ثم تظاهرات ثم مظاهرات ثم ديشتين جديد وانه ثم استعمال شبكات التواصل باش توثقك شيء هذاك وباش تعربيه. يعني من جهه وثقته ما ثمش حتى حد اخر دونهم هما وثقوا الاحداث هذه، ومن جهه اخرى عرفت به عبر شبكات التواصل الاجتماعي. اي توما الفتره علاش خممتوا فيه توا بعد 8 سنين؟ كنتوا تنجموا تعملوا بعد بعام بعد بعامين، توا 8 سنين تعديوا على الثوره وقمتوا تعملوا في متحف. لا خاطر يلزم لمانهم ساعه خاطر هذوما كانوا مشتتين ما كانوش موجودين في بقعه، موجودين عند عباد في سيدي بوزيد الاخرى عند في القصري اللي عاشوا
الاحداث هما بيديهم هما اللي قاموا بالتوثيق. ما فماش شكون قام بالعمليه هو وبصفه مركزيه. ثم توا الحكايه قلت لي احنا معناتها قبل ما نبداو قلت لي من 17 ديسمبر ل 14 جانفي هذا شنو الوثائق اللي عندكم ممكن في المتحف؟ الوثائق لا هذاك اللي حبينا هي نجمعوها ونستحفظوا بها لانه كل الفتره هذيك مع الاسف كانت غير متلفزه كانت صعيب باش اي ميديا ينجم يقوم بالتوثيق ولا تسجيل لك الاحداث هذيك. تسجيل مقاعة كان من طرف مواطنين بالأباراي تاع التليفون تاعهم ولا بالمصورة صغيرة ولا هذاك اللي خلى كيفاش تعداو بين لي ماي دو كونترول اللي كان موجود في الفترة هذيك. بس ليش من نحب نسلك توا احنا رينا في برشا قنوات مقاطع تاع فيديوهات لأيامات الثورة، اسكو كان نجيو احنا للأرشيف نتفرجوا في الفيديوهات ولا نكتشفوا حاجة ما ريناهاش؟ باش تكشف طبعا مش نعطيكم مثال برك انا الفيديو اللي تعديت في الجزيره على بوعزيزي تما شكون صورها من المواطنين وبعد ما صورها هزها الاستوديو نتاع المصور وقال ويجي نعملوا مونتاج قبل انا بعثوها للتلفزيون الجزيره دوك نقصوا تما حوايج نقصت من التسجيل شنو نقص مثلا؟ حوايج مفيد هذاك ما نجمش نقول لكم عليه تو هما بعد كي بعثوها للجزيره الجزيره ما عدتهاش كامله نفس الشيء هي نقصت معناتها دير مونتاج على فيديو فوالا دونك الشيء هذاك احنا اللي يهمنا باش نمشيو نتصلوا باللي صور هو بيدو باش نتعرفوا عليه باش نحكيو معاه زاد باش نثريو الدوكيمون كيسيون بسؤالات شنو وضعه كيفاش جاء بالصور شنو اهتماماته وعلاش نقص علاش لا وعلاش كان موتيفي باش حضر يندرى يتفرج ولا صدفة مشارك صدفة شومور ولا مش شومور يخدم ولا ما يخدمش تابع حزب ولا مش تابع يعني هذه اونكيت سوسيولوجيك كمان حبينا موجودة في المتحف موجودة في الارشيف حطيناها في الارشيف باش بحث نهار اخر وقت اللي يحب يعمل بحث معمق يلقى مادة دسمة باش يسترجع شنو اللي صار فيك الفتره هذيك بعد 10 معناتها نجموا بعد ما عرفش انتم بعد الارشيف هذا اللي لمتوه من 17 ديسمبر ل 14 جانفي مثلا نجموا نقولوا ماهيش ثوره ما كانتش فما ثوره انه معناتها مفبركه قبل مخطط لها هو اللي باش يشوفها احنا ما حبيناش نعطيو اي تفسير حبينا جوست كوليكت جوست كوليكت ونعرفوها كما هي ونحطوها كما هي بعد الباحثين هما اللي بعد يحبوا يفسروا يعملوا تحليل يعملوا تدقيق هذاك هدرة تهمهم انا سي هشام يهمني نعرف شكون اللي قام بعمليه الجمع هذيا وشكون وراء معناتها ليكيب اللي قامت بجمع الارشيف هذيا والارشيف وين موجود؟ ليكيب هي الحقيقه الانطلاق كان من ثم باحث فرنساوي اسمه جون مارك سلمون خرج كتاب 29 جور دي ريفوليسيون 17 ديسمبر 14 جانفي هذا انا كنت عايش في فرنسا كنا نعرفوا بعضنا ومن 77 انا روحت من فرنسا ما تقابلناش بعد 14 جانفي لقى تليفوني كلمني قال لي راني مش نجي لتونس بحداك وحاجتي بك علاش لانه يعرف اللي انا مناضل قديم كنت في من الستينات والسبعينات دوك عرفت وانا في السبعينات في جماعه فانسان كنت اسمعوا بها وقت اللي جاء قال لي راهو اللي صار في تونس حاجه ما صارتش قبل هو يقري في مدرسه تابعه فرانس تيليكوم كما احنا عندنا تونس تيليكوم يكونوا هذيك مهندسين من فرانس تيليكوم قال واللي صار في تونس عن طريق الانترنت ما صارش قبل ويلزم دراسه عليه دونك جاء باش يقوم بالدراسه هذه حطيت وانا بعد سيبر اكتيفيست وبعد بلغور وبعد بشوي بشوي صرحهم شاد سيدي بوزيد والكتاب هذا عباره يظهر لي انا مرجع كبير وان شاء الله نعاون نوصلوا باش نترجموه بالعربيه باش يعمل خاطر برشا شباب ما يقراش فرنساويه ينطلق من الحادثه نتاع بوزيزي حتى نقول احنا اقلاع طياره بن علي بالساعه بالساعه كيفاش بدات الحكايه وقداش من فلان قداش من تلم وقداش اصل قدم الولاية بالعدد وصل يحكي مع عباد حكى عمل 94 انترفيو تاع عباد اللي عاشوا في الفتره هذيك اللي صوروا اللي كذا يعني هذاك نقولوا احنا ماده دسمه كبيره هي اللي مكنتنا باش نقوم بالعمل هذا الواش قمنا به في 2014 جاني قال لي تم اختر اللي يمكن يصير للتاريخ نتاع تونس وللذاكره نتاع تونس تشويه
مش تشويه باش يضيع باش يضيع باش قدر التشويه ما عادش باش تلقى منه حتى شيء. انت تقول فيرسيون نقول فيرسيون صحيح لا مش موجود اصلا ما عادش باش تلقى التصوير ما عادش باش تراه قال لي خرج على سيدي بوزعيد ما عادش باش تلقاه ماشي ثلاثه باهي المصورين كيف كيف اللي فيسبوك باج فيسبوك كيف كيف صحيح دوك يلزم تجميعه قال يلزم تجميعه باش يتحفظ باش الذاكره تبقى موجوده واذا كان ثم بعد بعثين يحبوا يرجعوا باش يشوفوا بالضبط كيفاش وقعت الاحداث وشنو تفسيرها وشنو معطياتها يلقى ما يدرس يلقى ما يدقق المعرض هذا نتاع الارشيف شكون اليوم الانطلاق نتاعو ما عندي ساعتين في متحف باردو شنو باش نلقاه ولا شكون اللي ينجم يمشي ممكن يحضر في المتحف هذا وش معناتها اسكو تدخل بالفلوس مش بالفلوس وقداش باش يمتد قداش من نهار نمشيو من السؤال الاخراني مش يمتد حتى ال 31 مارس باه ونحب نزيدكم زيادة وأنه انطلاقا من 22 مارس حتى لآخر سبتمبر مش يقع في المارسيليا في المتحف في مارسيلي اسمه الميسان هذا معطيات والحاجة الأخرى وأنه انطلاقا من 31 مارس مش نحاولوا نتنقلوا به في المدن الداخلية داخلية سيدي بوزيد قاسرين تالا ينسيتش هذا جاوبت على السؤال الأخراني المعرض المعرض بما أنه المادة مش مادة عادية دي فيديو دي فيديو دي افلام تصاور دي كاريكاتير تعملوا فكر الفتره هذيك صحيح فما دي مودور تسوي تكتبوا على الحيوط صحيح ثم دي باش فيسبوك هذم كل حاولنا نخرجهم في معرض اني دي مش موجود قبل دونك مش تدخل مش تلقى سعد كيف اللي خط نسميه احنا تايم لاين من 17 ديسمبر وانت ماشي يهزك البقعه كيما كابين كابين هذاك باش يحط لك فيه ان سيليكسيون دي فيديو اللي تعملوا فيك الفتره هذيك بتاع الوقت هذاك. وبعد تعاود تخرج من الكابين هذاك وتعاود تمشي تلقى ديزافيش. بعد توصل تاريخ معين يهزك خط تمشي كابين اخرى تلقى فيها تصور معناتها انواع مختلفه نتاع لي سوبور معناتها سي اون اكسبوزيسيون سو فورم دانستالاسيون. سو فورم دانستالاسيون افيك دي فيديو دي تيليفيزور دي زيكرون دي لو سون بيدو هو بيدو معناها سي اون سورت الواحد باش يعاود يعيش الفتره هذيك. بروتاج ديجاج ديجاج مثلا. هذوك الحكايات هذوك الكل باش ويمكن اللي عاشت شويه ما شافتش باش يولي يعيشها من جديد كانوا. والطريف في الامر اللي ما احنا بدينا العمل براتيكمون فكره جات من 2015 حتى اليوم كل واحد نتصلوا به باش يدخل معنا كيف اللي المشروع يتبنى بدينا انطلاقا مع هذا جون مارك سلمى والعبد الله مش هبك دستورنا اتصلنا بمدير الارشيف الوطني بدينا ثلاثه من الناس توا اللي كان نخلي لكم دوسي دو بريس تشوفوا قداش عندنا دو بارتنير بما فيهم رئاسة الجمهورية تو دخلت معنا وزارة الثقافة إدارة الكتاب الديوان قلت الديوان المعهد بتاع التوثيق توثيق لا مش توثيق باتريمون باتريمون خاطر المعهد الوطني للمحافظة المعهد المدني التوثيق معهد التاريخ التونسي المعاصر يعني برشا شركاء برشا شركاء باش كل الناس اللي تنجم تحضر اي مواطن والا المواطنين كل وباش بما انه حاجه جديده عاملين عملنا سكون ابيل ميدياتور كولتوريل باش يوري العباد كيفاش ينجموا يدخلوا ويستار ويستمتعوا ويفهموا شويه وفي الجهات مش نحاولوا نجيبوا الشباب باش زيارة المعرض يكون كيما الورشة باش يقع تفاعل معاه نجم شباب اللي ما عاشش مثلا اللي عمره 16 17 سنة ما عاشش الفترة هذيك مش توريه الصور اللي وقعوا في بلاده كيما تالا مثلا باش توريه الصور اللي وقعوا في بلاده باش نحاولوا نعملوا اتيليه وتصحيح المعلومات سختو اي ابار تصحيح المعلومات نحبوا كيف اللي يعاودوا عشوه باش ثماش ما يرجع لنا شوي امل في تونس اليوم اللي برشا ان شاء الله وحتى تصحيح المعلومات حاجه مهمه مثلا حكايه القناصه وحكايه برشا حكايات صاروا ماذا بينا اسكو تدخلت بلدان اخرى اجنبيه في الثوره التونسيه ولا لا هذا زاد من الحاجات اللي ماذا بينا نعرفوهم وبكم انتم هذول بالارشيف الموجود احنا نعطيكم نعرفوا الحقائق والبقيه الاخرين هما يعملوا تخافوا انتم هذول تعطي احنا الارشيف ما تحملوش مسؤوليه لا مش ما نتحملوش مسؤوليه انا شخصيا عندي مسؤوليه وعندي تبشير ما نحبش
نفرض عليك التفسير. نفرض عليك التفسير، حبك انت بدي تقتنع خاطر كي تزور معرض ميدو هذه حاجه تفهم وحدك. والحاجه الثانيه مازالوا برشا ارشيف اخرى مازالت ما تعطاش. مثلا نعطيكم مثال، الاتحاد العام التونسي للشغل سوى وثق الاحداث هذيك، عمل مناشير، عمل كومونيكي دو بريس، هذا كيف يجم يتحط الى جانب الميديا في الخارج. فاكر الفتره هذيك هذا الكل يجم بعد يولي مخزن. نحب نزيدكم حاجتين برك، وانه بعد مش نعملوا معرض فيرتوال سور انترنت، عملنا سيت انترنت واحنا عندنا توا بالماما فاج باج فيسبوك اسمها انستون تونيزيان، وعندنا سيت انستون تونيزيان، التيم تاع انستون هي بيتها تبدا بتاع تونيزيان ان سول تيم معناها. وعندنا تويتر كيف كيف @ انستون تونيزيان ان سول تيم كيف كيف. نجموا نزوروا المعرض بال باغ فيسبوك. ميرسي بوكو سي ياسمي بن فرج، مناسق معرض ارشيف الثوره اللي يبدا اليوم راهو في متحف باردو مع حكايه مادي ساعتين، وذول تتشين يبدا ال 11 مع رئيس الجمهوريه. دونك يظل قايد ابراج جماعه مع الفلكي التونسي عمار الورتاني، مكونش يعطينا شويه حقائق على الابراج نتاعنا الجماعه هذه. تفضل. إذا باش نعطوكم الأبراج لهذا الأسبوع، نبدو ببرج الحمل. نقولوا على قد ما تنظر لفوق تتحقق أهدافك بشرط تكون واقعي. بالنسبة للعاطفة عندك خوف من علاقة جديدة، قدم بدون تردد. الصحة تخضع لتحاليل وفحوصات، وفي النهاية بحول الله تخرج نتيجتك لباس مفرحة. الثور بشرى في العائلة ومشاريع جديدة جاية في الطريق. العاطفة بالنسبة للحب تحتل مرحلة عالية في حياتك وتشعر بالراحة والهناء. الصحة أوجاع في المعدة وسببها العصبية. الجوزاء شغل وتعب برشا وبعض الصفقات مش تنجح، لكن مع الحذر. العاطفة أنت في بداية قصة حب، اغتنم الفرصة. الصحة تراجع صحي في آخر هذا الأسبوع. أما بالنسبة للسرطان تجاربك المهنية برشا، ما تتسرعش في أخذ القرارات. العاطفة تعاكسك التأثيرات الفلكية وتكثر الخلافات وربما تؤدي إلى فراق، وهذا اللي ما نحبوش واحد. الصحة الوقاية خير من العلاج. بالنسبة لبرج الأسد ما تدخلش في مشاريع مشتركة إلا مع أهل الذكر والخبرة باش ما يغلطوكش. بالنسبة للعاطفة الحبيب يحتاج للعطف والحنان. الصحة أحتاط من نزلة شتوية في هذه الفترة وخاصة في فصل الشتاء. العذراء تستنى فيك أيام زاهية، وإذا لقيت الزهو وترب لا تبدلوا لا بالشقاء ولا بالتعب. العاطفة حاول إرجاع علاقتك العاطفية. أما بالنسبة للصحة الوضع الصحي جيد عكس ما تتخيل. الميزان أنت في وقت نجاح، اكتم أسرارك ورد بالك من شر الحساد. العاطفة خذ وهات وشارك الحبيب في أحاسيسه. الصحة ما تستسلمش للكلام اللي تسمعه، شوف وفرق بين الصحيح والغلط. العقرب برشا فرص لكسب المال، الفلك يقول ما تصرفش فلوسك فيما لا يعني. بالنسبة للعاطفة علاقة طيبة ومستقرة. الصحة في نشاط وحيوية ولكن مع الحفاظ، عارف كيفاش تحافظ. القوس معنوياتك مرتفعة برشا وافكارك ناجحة، لكن ثم خلافات مهنية انت قادر على تغييرها بدون اي مساعدة. المادة الشخمة عندك تخدم مليح. العاطفة علاقتك طيبة، حافظ حتى لا تفقد الحبيب.
الصحة بين الأخذ والعطاء. بالنسبة للجدي، أوضاعك صعبة، ابذل مجهودك في العمل أكثر فأكثر للحصول على مبتغاك. الحب كالطقس، أعرف كيفاش تتماشى مع الحبيب. الصحة آلام وأوجاع في المفاصل وسقوط في الشعر. الدلو قدرتك ممتازة على التواصل وتساعدك على إنجاز المهمة والأبواب مفتوحة لتحقيق الأرباح. العاطفة كل شيء فيك حلو بشرط تحكم في أعصابك ساعة الغضب. الصحة ممتازة. الحوت البخل والكسل والتهرب من المسؤولية أسبابها الأمور المادية والبطالة. العاطفة عاشق ومعشوق، إذا حب يحب وإذا كره يكره. الصحة ألام في الظهر والمفاصل وسقوط الشعر كذلك بكثرة. حفظكم الله، تحية لكل من يشاهد هذا البرنامج الشيق ومرحبا بكم. ما احناش بعاد على الفلك والابراج وجو هذاك، باش نحكيو على خسوف القمر اللي باش يصير ان شاء الله قريب. دونك معنا مدام ساره سنوسي، مؤطره علميه بمدينه العلو. مرحبا بك مدام. مرحبا بكم يا عايش، سلامك مبروك. ما خرباش خضراء اول مره راهو هما عادي معنا الخسوف نتاع الشمس والقمر، ديما عندهم حاجات جديده. دونك مدام ساره سنوسي، باش نحكيو على خسوف القمر وعلاش توليو ممكن اهميه كبيره للحكايات هذم. اما قبل وحده للشيف، مرحبا بك فاطمه. دونك احنا في الكوجينه قاعدين نقدموا بالكدا بالكدا في المنيو اللي اخترناه لنهار اليوم. شيف فتحيه قاعده تحضر لنا في اللي ساندويتش بالخبز نتاع الملاوي، جيدين على الاخر. جيدين على الاخر خاطر سيدي ميني ساندويتش، ماهمش ساندويتش كبار ولا ملاوي كبيره ولا باه. تعاود ذكرنا بربي في الوصفه نتاع البات، خاطر برشا يسالوا على البات نتاع البات. هذه راهي سبيسيال، ماهيش بات عجينه اخرى، ماهيش بات ملاوي. البات الملاوي ما فيهاش خميره، هذه فيها شويه خميره. كيفاش عملت هذه؟ حطيت شطر معنا نص كيلو فرينه، نص كيلو سميد ارطب، 250 غرام فرينه، شويه ملح، شويه شتربك، وخميره انستانتاني سمارت شيف، وعجنتها بالماء. ومن بعد حطيت لها زيت، بعد لان عجنها بالقدا بالماء وقتها نحط لها نزوز لها زيت. ما نحطوش من الاول الزيت على خاطر كان عجينه تتبسس ما عادش تاخذ لي الماء. وعجنتها خليتها ترتاح لطول اللي حضرت القلايه نتاعي وحضرت بقعتي باش نخدم فيها. نحلهم ورقه واحده، من بعد نقعورهم اما هكايا ولا بصحفه ولا اللي عنده اي حاجه يقعور بها، ولا حتى حكه الطماطم تاع عبيد يسلكها ينجم يقعوروا باللي يحبوا هما. وبعد نحطهم يطيبوا كيما نطيبوا الملاوي، وكي نجي نعبيهم تو نوريكم لي فاخس اللي باش نعملها. انا اليوم باش نختار الشاربيتري مليحه خاطر بنينه وتعبي بالكدا لي ميني ساندويتش هذوما نتاع شويه نتاع حاجه هكا لما صغار. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذوما الخبز لي ميني ساندويتش قاعده تحضر فيهم. البات شفتوها ماهيش حاجه صعيبه، واكيد الوصفه هذه ما تكلفش كيما العاده، نفس الشعار اللي رافعينه في كوجينتنا. دونك انا قاعد نحضر توا في الصوص نتاع المقرونه اللي باش نعملوها بالحنشه، وريتكم طريقه التنظيف نتاعها اللي فاتتو. ينجم يرجع على الباج نتاعنا الماكينال بالفرنسيه ولا بالعربيه، يلقاها على الفيسبوك والا على الباج نتاع التاسعه، والا كيف على اليوتيوب تنجموا تلقاو كل حلقه تفوتكم. بالنسبه لي انا حطيت شويه زيت زيتونه من عند الزيان، حطيت معاه شويه طماطم وحطيتهم يتقلاو مع بعضهم. الطماطم خذيت كعيبتين ثلاثه كعبات طماطم فريشكين، نحطهم في شويه ماء يسخنوا ودوب لا يبدا يغلي عليهم الماء، خرجهم بردهم ونقشرهم ونلحيهم ونزيد معاهم توا شويه طماطم حكه كونسونتري من عند عبيده. علاش؟ على خاطر الطماطم هذيا باش تعطيني لون اكثر، خاطر الطماطم الشتويه نعرفوا اللون نتاعها ناقص والنكهه نتاعها ناقصه، هذاك علاش نستعمل الطماطم البنينه والمزيانه والفاوحه من عند عبيده. دونك هكا هذوما الكل يتقلاو باش نزيد عليهم الهروس اللي هو في بزيد ثوم، في برشا فحات من عند عبيده زاده باش يحرحر المقرونه نتاعنا ويفوحها ويعطيها كي النكهه التونسيه المميزه. هذوما الكل نخلطهم مع بعضهم باش نزيد عليهم ثوم فورنيتو، مهم برشا كميه الثوم اللي نحطوها هنا، نحط مغرفه معبيه ثوم باش تعطي نكهه عاليه، خاطر اللانجي ولا الحنشه راهي طعمتها قويه شويه.
فما برشا يغليوها قبل ما يحطوها في مكرونه راهي غالطه. لانجي راهو اذا انت تحب تعملها تخف شويه تعمل لها غسله بشويه خل، والا غسله بشويه قارص تشللها بالماء بالبدا بالبدا، ومن بعد تعديها للصوص نتاع في المكرونه، والا ثم نعملوا بها مرقه مالح معروفه برشا يعملوا مرقه مالح بالحنشه، زاد تجي خارقه للعاده. تو نهار زاد نوريكم كيفاش الطيب السبت اللي برشا نشوفوها في المارشيات في تونس وما نعرفوش نتعاملوا معها زاد. هذا تو باش نزيدها تفاح شويه فلفل اكحل وشويه ملح، مانيش نحط تفاحات اخرى خاطر كيف ما قلت لكم الهروس الدياري من عند عبيده فاوح بالقدا بالقدا مع الطماطم اللي حطيناه يتقلاو هذوما الكل. باش نزيد معاهم جرينات فلفل، هذه مقرونه تونسيه بامتياز. وباش نزيد معاهم هنا الحنشه نتاعي نهبطها بشوي بشويه دونك هكا، هذوما كعيبه الحنشه. راهو الصوص ما يلزمهاش تغلي بارشة وتقعد تدهش بالساعه وساعتين تقول شملوخيه، راهي صوص الطماطم في ساعه طيب قليوها في شويه زيت وثوم تبدا فيها نكهه غير عاديه، ما يلزمناش نبطيوها برشا. مقرونه الحوت كيف كيف ما نبطيوش الحوت برشا نتاعنا باش ما يطيبش اكثر من اللازم. نحط هنا معاها الكبار، انا مقرونه الحنشه نحط فيها كبار ونحط فيها شيشه ليمون مملح، هذايا باش يعطيني نكهه بنينه ويخفف كيف ما قلت لكم من القوه نتاع الحنشه في حد ذاتها. دونك هكا كعبات الليمون هذوما. تو ما تبقى الا نمرق هل المقرونه الصوص نتاعي شويه ماء سخون بركه من الماء اللي حطيته يغلي للمقرونه بيدها هكا، ونخليها بقبق شويه وتقف على زيتها تكون حاضره. مع الصوص اخترت انا مقرونه بنينه برشا من عند ورده، المقرونه الفل التونسيه اللي نعرفوها توانسه الكل، هذه نعملوها جاريه بالخضره ولا نعملوها مقرونه صلصه هكا تجي خارقه العاده. نحطها طيب هنا 8 دقائق من ماها وهي سخونه، نعديها من بعد للصوص نخلطهم مع بعضهم ونقدمهم وصحه وبشفاء. هذه مقرونتنا نهار اليوم، بعد شويه مع بعضنا باش نحضروا السلايطه اللي قلت باش تكون بالتفاح والبسبس، زعما الشيف كيفاش يبلبز شوفوا بعد شوي. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو الشيف. الوغ نرجعوا نحكيوا على خسوف القمر اللي باش يصير ان شاء الله قريب مدام ساره سنوسي مؤطره علميه بمدينه العلوم، باش يصير نهار 21 جان في الخسوف، اذا كان تعطينا اكثر معلومات. باهي مرحبا بكم، عايشه بك، نستناوكم ان شاء الله في مدينه العلوم ان شاء الله. الليله الفاصله ما بين 20 و 21 جانفي باش يصير خسوف للقمر، باش يكون خسوف كلي. هي ظاهره طبيعيه فلكيه في نفس الوقت علميه، من خلالها تعرفنا على برشا معلومات تهم الارض والقمر. عندي سؤال صغير بكل تفضل. وين نثبت ملي انا صغيره كل ما يصير خسوف يقول كذا يصير كل 100 سنه كل كيفاش معناتها كل مره نحضر على خسوف من 3 سنين ديما تصير الخسوف؟ لا تصير الخسوف راه ما بين الخسوف وكيصير الكسوف يصير خسوف ما بينهم 14 يوم. بلى. وما بين الخسوف والكسوف عندنا بالضبط نعطيكم 173 يوم. احنا ديما نقولوا 6 اشهر، اما هما 173 يوم يصير مره اخرى. ريتوش كان ذكرتوش 27 جويليا صار خسوف اطول خسوف للقمر. مره هذه زاد فما في جانفي ان شاء الله. شفنا فيه القمر قريب برشا للارض وشفناه كبير. ماهوش قريب هو للارض، بالعكس هو طويل الخسوف هذاك اطول خسوف صار. برشا. مره هذه هو باش يكون القمر في اقرب نقطة ليه من الارض. في اقرب نقطه اللي هي سميناها الحضيض اللي هي اقرب نقطه الى الارض. دونك باش يكون القطر الظاهري نتاعو كبير شويه. علاش نسميوه على 6 خسوفات على الاقل شفتهم معناها بيه مدام باش نعطيو ممكن فكره للصغيرات اللي تبعوا فينا واللي ياسر يهتموا بحكايه الفلك وكل شيء. في العاده انا نذكر في الالفينات ممكن وقت اللي صار الكسوف نتاع الشمس البلاد وقفت واول مره نحطوا كليونات هذوك ومغمض عينيك ما تخش لبرا. دونك اون دوغي صارت كوفر فو مش حاجه. دونك مدام اسكو عنده نفس الخطوره كيف نغزروا للقمره في يصير الخسوف نتاعها؟ بالعكس بالعكس في الخسوف ما حتى فما حتى خطوره باش نغزروا القمر كيفاش قاعد يدخل في ظل الارض باش يتبدل لونه وكهو يولي احمر دامي. صحيح يولي لونه احمر. احمر اي هذاك هو ما فيهوش خطوره، الخطوره نتاع الكسوف هي جوست العينين ما يسمكش تخزر مباشره. مباشره. اي على خاطر هي تهلك معناها الاشعه توجع العينين. باش نسال قداش يدوم الكسوف؟ الخسوف الخسوف باش يدوم من اللي تدخل في شبه الظل للي تخرج من شبه الظل، خاطر تعرفوا الارض فيها شبه الظل والظل، كي تدخل القمر من شبه الظل الى شبه خروجها 5 سوايع و12 دقيقه تقريبا. من
من ما 3 ونص حتى ل 9 درجين. نتاع ما لهاش تاع النهار نتاع الليل تاع هذاك الليل ما بين 20 و 21 هي القمره. القمره يا حبيبي لا لا البلوندا نحكيوا على القمره. اما اقصى الخسوف معناتها باش يكون الخسوف كلي معناتها كلها تكون في وسط الظل باش تدوم ساعه ودقيقتي. احنا نجمو نجيو مع 3 نتاع الصباح مدينه العلوم. مرحبا بكم. هذاك علاش احنا نظمت مدينه العلوم فوالا نظمت مدينه العلوم بالتعاون مع الجمعيه التونسية لعلوم الفلك. تظاهرة فلكية نهار الأحد 20 جانفي الصباح من 9 للساعتين وسهرة فلكية نهار 21 جانفي ابتداء معناتها من 3 لل 6 6 ونص 7 غير 4. بي مدام يقول قايل هذا تو قاعدين نخدموا قايل مدام علاش نهتموا بها حكاية خسوف القمر؟ علاش أنتم مهتمين بالحكاية هذه توا على الأقل؟ احنا ديما مهتمين بها. أما الظاهرة هذه مهمة كما قلت علمية معناتها اولا ساعه منظرها حلو برشا ترى اصلا ترى القمره كيفاش تتحرك وتشوفها كيفاش دخلت الظل وتخرج من الظل هذيك ديجا ابار اللي هي تعطينا معلومات كبيره مثلا كانت تخزر للظل وتشوفوا شبت ديجا تصويره توري كيفاش اصلا ترى الارض كرويه الشكل علاش خاطر الظل نتاعها اللي دخلت فيه القمره هو مدور فوالا له كاري له دونك ديجا عرفوا بها اثبتوا بها كرويه الارض كيف كيف زاد أثبتوا بها المسافة الفاصلة ما بين الأرض والقمر بالحجم نتاع كي هما كي نجموا يطلعوا القطر الظاهري نجموا يطلعوا المسافة حتى القطر الظاهري نتاع القمر تطلعوا من خلال الخسوف والصغيرات عندهم بالطبيعة ما نسيتش مدينة العلوم الصغيرات دونك بالكشي ما نجموش يجيونا دونك حضرنا لهم نهار الأحد 20 جانفي من 9 للساعتين كل ساعة بخيسك عندنا ورشة علمية مبسطة برشا للصغيرات وعندنا كيف كيف ورشة للكبار اللي هي فيها نحكيو كيفاش يتم قياس المسافة ما بين الأرض والشم القمر من خلال الخسوف سورتو فيها في ساعات في لي بروغرام سكولير نتاعهم يلقاوهم موجودة مدام سارة ممكن نحكيو شوية علمي حكاية خسوف القمر نعرفوا انه معناتها القمره والارض والتفاعل اللي بيناتهم ياثر على ممكن على الزلازل على الامطار على برشا حكايات اسكو الخسوف عنده علاقه لا ما عنده حتى علاقه حتى شيء معناتها هو ظاهره طبيعيه كان نحكي لكم موجوده ديجا هما 3 اجرام سماويه المتداخلين في ظاهره الخسوف والا الكسوف دونك وقت اللي عندنا 3 اجرام هما عندنا القمر اللي هي ساتليت ولا تابع والارض اللي هي كوكب والشمس اللي هي نجمه فوالا دونك عندنا الارض القمر يدور حول الارض وعندنا الارض مع القمر الزوز يدوروا حول الشمس دونك مره القمر باش تجي ما بين الارض والشمس دونك باش يسقط الظل نتاعها هي مادامها مادام قدام مصدر ضوئي باش يسقط الظل نتاعها على الارض دونك يسقط على الارض الناس اللي يجي عليهم الظل هما المعنيين هما اللي مش يراوش الشمس في عز النهار ونسميه كسوف الشمس وقت تكون القمر في اول الشهر القمري ثم بعد 14 يوم ما يمشي تدور القمر باش تجي ورا الارض باش تدخل في ظل الارض وقتها باش يصير نسميه خسوف القمر دونك ما عنده حتى تاثير ما عنده حتى تاثير هي حركه نسبيه هو لازم نعرف هذيك هي هذيك هي ديجا حاجه تكسفت معناتها حاجه تخبيت فوالا دونك مشكوره مدام ساره سنوسي مؤطره علميه بمدينه العلوم ما تنساوش تحضر نهار 20 جانفي ان شاء الله 21 بيان سور نحكي على 20 جانفي اللي هو احد للصغيرات و21 زاده للكبار والصغار اللي يحبوا يحضروا محاضرات وبرشا حكايات على التلسكوب وفما لايف ستريمينغ دونك مشاهده حيه مباشره دونك هذا ان شاء الله نستناوكم مرحبا بكم نمشيو نسهروا بحذاكم نسهروا ونجيو الصباح ناخذوا في الباتيلا مرحبا من دياركم يظل يا فاخر هما 3 ونص نتاع الصباح نجموا تشوفوا خسوف القمر حتى 9 نتاع الصباح نهار 21 احنا ما نجموش نشوفوا حتى 9 راهو خاطر القمر يغيب علينا 6 ونص فوالا دونك ميرسي بوكو مدام ساره سوسي مره اخرى نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا